على وقتك. الفارسية الإسلامية تاريخ طويل وعميق، يعني نظام في جوانح كل البوارق العظيمة في تاريخنا الماضي، وراح يبقى يستقبل كل تاريخ الأمة وتاريخ العراق العظيم المستقبلي في دنياه. فهو دنيا، يعني شو نتحدث، يعني كم لقطة حتى نتحدث عن لقطات، كم يوم، كم الذين قاتلوا، كم الذين ساهموا في الصراع، كل الشعب العراقي. قادسية ومن معارك ليس لها مثيل في التاريخ حتى توصف، اللي يقال بالنسبة للأدب يعني الناحية الأدبية العلمية في الوصف، يقال أن الموصوف مطلوب أن تجد مادة أو وسيلة ألطف منه لوصفه. فأين نجد ألطف من حال القادسية حتى نصف القادسية به؟ وكيف نجد حال ألطف من حال المعارك حتى نصف المعارك به؟ فالقادسية صعبة، يعني أن أقول في هذه المناسبة بعد أن أحييك وأهنئك في المناسبة 14 للانتصار التاريخي الهائل في القادسية الثانية، قادسية العرب، قادسية العقيدة، قادسية المبادئ، قادسية التاريخ، وأؤكد على ما قاله الرفيق لطيف أن حياة العراق في القادسية على امتداد زمن القادسية، وحياة العراق على امتداد زمن أم المعارك، وحياتك على امتداد زمن وجودك في الأرض كان هو قدر الله الحق للأمة وللعراق وللإنسانية، لأن القادسية هي ما بنت العراق، ما عادت بنت العراق فقط ولا بنت الأمة العربية فقط. القادسية بكل معانيها وبكل تفاصيل الصراع فيها اللي شمل كل الحياة، كل نواحي الحياة، صار ملك الإنسانية، يمثل الصراع الشامل والعميق بين الخير والشر، بين الحق والباطل. رافق مسيرة الحق في هذا الصراع كل المعاني الإنسانية الكريمة، المعاني الإلهية، ورافق الشر في ذلك الصراع كل المعاني السيئة الشريرة، قيم الشعوذة والدجال والتخريف. وكانت المعادلة مثل ما كنت أتأشر، مثل ما المثل اللي ضربه الرفيق لطيف، كنت أتأشر في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل مناسبة، تأشر معاني الحق وثبوت الحق وعلو الحق وحتمية انتصار الحق، إلى أن صار الانتصار التاريخي في 8/8/8. هذا كان مؤشر في كل يوم. لو نرجع إلى حديثك ولقاءاتك ويستذكرون اللي اشتغلوا معاك، في كل يوم أنت تأكد هذه الحقيقة في حديثك أو في تصرفك. أذكر لقطة تلائم ما تريده اليوم منا أنت، وهو اللقطة اللي تأكد عليها دائما، أن نحن ما نموت، أن نحن ما نتمرض، أن احنا ما نكبر، ما نشيخ. كنت من تتأخر بالجبهة ألحقك، يعني أجي لو أشوفك، لو أستطلع أخبارك أشوف شلون يعني حالك. جيت مرة والتقيت بيك أعتقد لو باسط لو بالعمارة، أنسى شوية الألم، بالعمارة
وعدنا تأتي وكان عندك تكريم، تكريم للضباط يمكن أكثر من 800 أو 1800 ما أذكر كثير، بس يعني أبو مثنى وياك وهنا المدرسة مدرسة نعم. وذاك الوقت يعني همتي حيل قوية يعني أشتغل كثير وهمتي قوية يعني، وما زالت ونظل واقفين ويطول الوقفة 7 ساعات، كان اضطر وراء 3 ساعات أو 4 ساعات. 7 أي والله 7 يعني ماشي تحاسب بلا والله 7 ساعات سيدي. واضطريت أني أبو مثنى ظل عسكري وأني عندي شوية ميانة أكثر منه وياك أن أنسح وراك حتى لا تشوفني وأقعد، لو أسوي نفسي أري عندي شغل وأطلع برا في المرة أقعد وأنبطح فشون سجل أنبطح على بطني. أبو مثنى صامد وكان وراء فترة وراء يمكن سالفة 5 ساعات 6 ساعات كان يشاوني كلي بعد مقدر، بعد مقدر أغدى أقعد كان ينسح برا ويقعد. هذه الهمة هذه لقطة من لقطات الهمة اللي دارت معركة القادسية. ذاك الوقت استذكرت نفس الدقيقة يعني، واستذكرها دائما كل ما لأنه أنا تأذيت أذية كبيرة، كل ما أتذكر الحادثة أتذكر سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. سألوا أحب شيء عندك في الحياة شنو؟ قلهم شيئين، واحد أن أبشر بولد يجيني ولد، والآخر أن أغزو العدو في ليلة مقمرة مجلدة فأصبح عنده فكان فعلا يمشي من المغرب بالجيش الليل كله للفجر، إذا هشموا الفجر للعدو ويبدأ القتال يظل يقاتل المغرب الليل كله سهران يمشي فاجئهم ويظل يقاتل على قوة التحمل. فهذه ليست قوة عضلات وقوة بدن وقوة عظام وأعصاب، وإنما هذه مدد إلهي اللي مرافق للقدر اللي أشار مرة في خطيف، وإلا حالة ليست اعتيادية لا غير اعتيادية ولا تنوصف ولا ممكن العلم يقبلها. أن يمشي الليل كله من المغرب يسحق بالجيش يمشي به والصبح يقاتل إلى المغرب يظل يقاتل يضرب سيف، هذه مو طاقة إنسانية اعتيادية. ولا الوقفة 7 ساعات وهو يشتر بالجبهة حالة اعتيادية. حياك الله وأدام هذه النعمة الكبيرة اللي هي نعمة الله للعراق ونعمة الله للبعث لحزب البعث العربي الاشتراكي ونعمة الله للأمة. بهذه الحالة نستفتح وبهذه الحالة نقاتل وبهذه الحالة نؤمن ويزداد إيماننا ويزداد نورنا حتى إن شاء الله يتحقق النصر الكبير بإذن الله.